اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. مثل ما عودناكم دايم نبدا الاخبار مع زميلتي مها. صحيح اودي، عندنا اخبار اليوم كثيرة وجميلة جدا، ونبدأها أكيد من أتاحت وزارة الداخلية خدمة الأحوال المدنية في الخارج للمواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية بدبي 2020. وتتضمن الخدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وفق مواعيد محددة تتم عبر رابط إلكتروني استحدثته الوزارة تيسيرا على المواطنين، وشهدت المنصة المعدة لذلك حضور مواطنين مقيمين بدولة الإمارات للاستفادة من الخدمة المقدمة، والتي ستستمر طيلة أيام المعرض والذي ينتهي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020. منذ أن بدأت جائحة كورونا وجميع المختصين بالمجال الطبي والأبحاث العلمية يسعون لإيجاد علاج لهذا الفيروس أو طريقة أسرع للكشف عن المصابين به، وتعد المملكة من الدول التي بذل طاقمها الطبي جهودا جبارة في مواجهة كورونا. ويعتبر الدكتور هاني الحضرمي الاستشاري والأستاذ المشارك للتشخيص الجزيئي في جامعة الملك عبد العزيز أحد النماذج الطبية الناجحة، حيث حصل على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية للكشف عن فيروس كورونا المستجد وفي وقت سريع ودون الحاجة إلى تحليل أكيد البي سي آر. يسجل فيلم سيدة البحر للمخرج السعودية شهد أمين نجاحاً جديداً بعد ما حقق إشادات دولية في عدد من المهرجانات العالمية بجانب عرضه في صالات السينما السعودية، إذ أعلنت شبكة أوس أن إضافته إلى قائمة برامجها الحصرية، ليتم بذلك الفيلم المرشح المثالية والذي عرض على الشبكة ذاتها فيديو تريلر الفيلم. أجيب بنت راح أرجع على ذا أول. حتى بها الحظ السيء ذي. يا أولاد، إحنا نملك الشجاعة أن نقدم بناتنا للموية. ولازم نتحلى بشجاعة أكبر عشان نصيدهم. نالت رقصة البريك دانس الضوء الأخضر من اللجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى الرياضات المدرجة في دورة الألعاب الأولمبية في عام 2024 في العاصمة الفرنسية باريس. والبريك دانس هي واحدة من أربع ألعاب تم تضمينها لجدول ألعاب أولمبياد باريس ل 2024، بالإضافة إلى لوح التزحلق والتسلق وركوب الأمواج والتي تم إضافتها بالفعل إلى برنامج أولمبياد طوكيو 2020 والتي تم تأجيلها إلى صيف 2021 بسبب الأزمة الصحية والتي نتجت عن انتشار فيروس كوفيد 19. أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن منشوراتك على الفيسبوك تكشف إصابتك بمرض نفسي، ووجدوا باحثو الرعاية الصحية أن مصابي الفصام واضطرابات المزاج أكثر استخداما للشتائم مقارنة بالأصحاء. واستنادا إلى البصمة اللغوية، يكثر مرضى الفصام كلمات الإدراك، اسمع، انظر، أكيد، وعلامات الترقيم، كما ينشرون صورا أصغر، بينما يستخدم مرضى اضطراب المزاج كلمات المشاعر السلبية، حزين، مستاء أو يعاني. ونشروا صورا تحتوي المزيد من اللون الأزرق والقليل من الأصفر. ويقول رئيس الباحثين: تكشف النتائج عن الإصابة قبل الحاجة لطبيب أمراض عقلية بأكثر من عام. بينما يعاني الكثيرون حول العالم من فقدان وظائفهم بسبب أزمة كورونا، فإن المليونير الروسي والبالغ من العمر 38 عام لم تتأثر أعماله بسبب أزمة كورونا، لكنه شعر بالملل والسأم من بقاء في المنزل بسبب إغلاق فيروس كورونا، وهو ما جعله يقرر العمل في توصيل الطلبات إلى المنازل، وهي وظيفة منخفضة الأجر بالطبع، لكن توفر له النشاط الجسدي والذي يطمح له للتخلص من الملل، كما أن هذا العمل سيتيح له النظر إلى الحياة من زاوية أخرى.
والخروج في الهواء الطلق وأكيد وسط القيود المفروضة على الحركة. في واحدة من أكثر الصور تعبيراً عن العام 2020 انتشرت صورة حفل زفاف فريد من نوعه، وقف فيه العريس أسفل شباك العروس والتي أطلت من خلاله ليتم إجراءات الزواج، وذلك بعد أن أصيبت بفيروس كورونا المستجد في مشهد يبدو وكأنه مأخوذ من قصة روميو جولييت الشهيرة اللي كان يخططان منذ عام 2019، إلا أنه فيروس كورونا دفعهم إلى تغيير موعد الزفاف أكثر من مرة، ولأن تاريخ صلاحية تلك الرخصة كانت ستنتهي في اليوم التالي من حفل زفافهم المقرر. شعر الزوجان بالصدمة عندما اكتشفا أن لورين أصيبت بكورونا قبل الحفل بأيام، مما اضطروا للجوء إلى حل بديل. كشفت شركة موتورز الأمريكية عن سيارة جديدة ذات 3 عجلات تتسع لشخصين وتعمل بالطاقة الشمسية بالكامل دون الحاجة إلى شحن، وتحتوي السيارة على مصفوفة سقف من الخلايا الشمسية يمكن أن توفر إمكانية السير لما يصل إلى 45 ميل في اليوم، وتعمل على الطاقة الشمسية خلال سيرها على الطرقات. استطاع شاب مصري من كسب الثروة من خلال عمل مختلف تماماً، وهو اصطياد العقارب واستخلاص سمومها وبيعها، إذ يصل سعر الجرام الواحد إلى 10,000 دولار ويصدر إلى أوروبا والولايات المتحدة. مشاهدينا فقراتنا ما زالت مستمرة لحلقتنا لليوم، أكيد ونذكركم تتفاعلون معنا عبر هاشتاق البرنامج برنامج سيدتي. فاصل ومن بعد مكملين.